السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام، وأنت بخير دكتور. أنا آسف بالنسبة للمحاضرة اللي قبل العيد، يعني صار الشغل وما قدرت أخش، لكن رفعت لكم رابط للمحاضرة تبعت الشعب السابقة، فأرجو أنكم تحضروه. الموضوع كان عن الأسينكرونس ديكيت كاتر، فأرجو أنكم تحضروا المحاضرة في وقت فراغكم، واليوم إن شاء الله نتكلم عن سينكرونس كاترز. اوكي، هل تسمعونني؟ دكتور، طيب، احنا الكاونترز بدانا فيهم بنوع الريبل كاونترز او الاسينكرونس كاونترز، وقلنا انه في هذا النوع من الكاونترز الكلوك ليست مشتركه للجميع من نفس المصدر، وانما تتغذى من بعضها البعض، ولذلك التغيرات بالفليب فلوب لا تحدث بنفس اللحظه، ولذلك سميناها اسينكرونس لانها غير متزامنه مع بعض بنفس الكلوك. لكن النوع اليوم اللي راح اتكلم عنه اللي هو سينكرونس كاونترز. اذا الكاونترز تقسم الى نوعين كما قلنا. الكاونترز نعمل شيرنج الوايت بورد، شايفين؟ دكتور، الكاونترز قلنا تقسم الى نوعين. النوع الاول بنسميه اسينكرونس كاونتر، والنوع الثاني بنسميه سينكرونس كاونترز. إذا عندي الأسينكرونوس وهي التي الكلوك تبعها غير مشترك والتغيرات فيها لا تحدث بنفس اللحظة، وفي عندي اليوم راح نتكلم عن السينكرونوس كاونترز. أوكي، إذا من اسمها هذه الكاونترز بتكون الفليب فلوبس فيها مشتركة للجميع. إذا اخر الاشكال، اذا في عندك فليب فلوبس في حاله ما بتكون النوعيه سينكرونس، بنلاحظ انه سوري يعني الحجم مش متشابه للجميع، بنلاحظ هاي الكلوك للجميع مشتركه. اذا هاي مربعه تمثل فليب فلوبس، ممكن تكون دي جي كي الى اخره. إذا نتكلم عن سينكرونس كاونتر نتكلم عن سينكرونس سيكوينشال سيركت، يعني نستطيع أن نستخدم ما تعلمناه في شابتر 5 لتصميم هذا النوع من الكاونترز، لكن ما تعلمناه في شابتر 5 هو الطريقة المنهجية الصحيحة لتصميم أي نوع من سينكرونس كاونترز، لأنه السينكرونس سيركت مش بالضرورة يكون في انتظامية في الستيتس، يعني ممكن ستيت 0 تروح على ستيت 5، 5 ترجع 3 الى اخره، هذا ما فيهوش انتظاميه. فلازم استخدم الطريقه المنهجيه التقليديه في شابتر 5. لكن دكتور العدد يعني دكتور يعني السينكرونس مش بالضروره يكون سيكونشال؟ لا، كله سيكونشال. سينكرونس عباره عن سيكونشال سيركت. نعم، لما نقصد سيكونشال يعني في عندك كلوك بالسيستم. لما نقول سيكونشال سيركت يعني فيها كلوك. لكن مش بالضروره الكلوك تغذي جميع الفليب فلوبس، فممكن تكون الدائره سيكوينشال سينكرونوس او اسينكرونوس. اوكي؟ دكتور، طيب الان بالنسبه للسينكرونوس سيركت شفنا احنا في شابتر 5 كيف نصممهم. بكون في عندي ستيت دايجرام، كل ستيت بتودي لستيت حسب الانبوت وحسب شو تصميم الدائره. لكن في حاله ما بدي اصمم عداد في عندي شغله اللي هي الانتظاميه، مثلا عده الصفر، اذا بدأ عداد ثنائي مثلا صفر بروح على الواحد، واحد بروح على اثنين، اثنين بتروح على الثلاثه. هنا عندي الستيتس ترتيبهم مهم، وما فيش كلام عن شيء اسمه ستيت ريدكشن ابدا، لانه العداد محكوم بعدد معين من الستيتس وبسيكونس ثابت. عاده العداد منتظم، صفر بروح على الواحد، الواحد بروح على اثنين، اثنين بروح على الثلاثه الى اخره. لو شفناه ككود مثلا ل 3 بت كاونتر، مثلا 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 الى اخره 1 0 0 مثلا، بنلاحظ مثلا في انتظاميه، مثلا تغير الفليب الاولى مثلا كل كلوك بالص بتعمل توغلينج، الثاني مثلا كل 2 كلوك بالصز بتعمل توغلينج، الثالثه بتعمل كل 4 كلوك بالص توغلينج. ففي عندي نوع من الانتظاميه في السيكونس تبع هذا الستيت او تبع هذا الستيت ماشين او السينكرونس سيكونشال سيركت. هذه الانتظاميه
بتخلينا نستطيع أن نصمم السينكرون سيركت بدون الرجوع إلى شابتر 50 by inspection، وذلك بالنظر إلى كيفية تغير البيتس في كل خانة من خانات العداد. هنا مثلا كما قلنا 101 110 111، وبعدين بده يرجع مرة ثانية إلى الصفر. بده يرجع بعدين للزيرو، يعني بده يرجع من السبعة إلى الزيرو إذا كانوا عداد تصاعدي. فهذه الانتظامية في تغير الكيو سبعات الفليب فلوبس بتخلينا نستطيع أن نصممها من غير رجوع إلى ستيت ديجرام وستيت تيبل وإلى آخره وكي مابس وكل هذه الأمور التي تأخذ وقت في التصميم. خلينا نشوف كيف بنعمل هاي العملية. إذا افترض أنا بدي أصمم كما قلنا عداد يحتوي على ثلاث خانات، سميهم A2 A1 و A0. أوكي، هذه الـ A نوت وهذه الـ A1 وهذه الـ A2. الآن لو أجينا قلنا بنستخدم، طبعا في تصميم العدادات عادة بنستخدم توغلينج فليب فلوبس أو تي أو جي كي، لأنه أنا بعتمد في هذا الديزاين على فكرة التوغلينج للفليب فلوب جي وكي. خلينا نقول جي وكي عشان مثال الكتاب برضو على الجي والكي. فعندما نأتي إلى تصميم هذه الدوائر باستخدام الانسبكشن، ننظر إلى كيفية تغير الكيوز تبعات الفليب فلوبس. الكيو مثلا هاي الـ A، هاي الـ A نوت. الآن لو جينا سألنا سؤال، أنا التغير من ستيت إلى ستيت محتاج لبلس. مع كل كلوك بلس لو انتبهنا للـ A نوت إيش بس قاعدة بتعمل؟ كانت صفر شو صارت؟ صارت واحد، كانت واحد صارت صفر. إذا مع كل كلوك بلس لجميع الستيتس في هذا العداد، أي نوت ماذا تفعل يا شباب؟ تعمل طقل، يعمل طقلينج. إذا أنا بدي أربط الجي والكي لهذه الفليب فلوب اللي هي مسؤولة عن أي نوت، أنا شو بحط الجي والكي عشان تعمل طقلينج؟ بحطهم على 1-1 شيك. الآن راح أحطهم على إنبوت خارجي راح أسميه الكنترول سي. إذا السي عليه لوجيك 1 معناها الجي والكي راح يكون عليهم 1-1، ومع كل كلوك بلس الأي نوت راح تعمل طبلي. مزبوط ولا مش مزبوط يا شباب؟ آه دكتور. طيب إذا هذا راح نسميه سي أوكي كنترول، يعني هذا الكنترول راح يتحكم لي في الدائرة هل تعد أو تتوقف عن العد. راح نشوف كيف. إذن إذا حطيت السي على زيرو ماذا سيحدث؟ لو حطيت السي على زيرو إيش راح يصير؟ لو حطيت هنا زيرو على الجي والكي شو راح يصير يا شباب؟ راح تعمل ريست. لا، زيرو زيرو على الجي والكي معناته مش دارسين ولا مستغلين العطلة. زيرو زيرو على الجي كي بيعمل نو تشينج يا شباب، بيعمل نو تشينج. زيرو وان بيعمل ريسيت أو بيعمل كلير. وان زيرو بيعمل ست، وان وان بيعمل طقل. مزبوط يا شباب؟ هاي قلنا لازم تحفظون زي اسمكم. آه دكتور. طيب اذا اذا حطيت السي على الزيرو لن يحدث تغيرات في، راح يتوقف العداد، راح نشوف كيف. طيب الان نيجي على الفليب فلوب الثانيه اللي هي الاي 1. الاي 1 ماذا نلاحظ عليها؟ اذا كان الصفر بالكلوك بلس الاولى ظلت صفر، يعني عملت نو تشينج. ثم بالكلوك بلس الثانيه عملت طقلينج، بس بلاحظ انه لما عملت طقلينج شو كانت الاي نوت؟ واحد. واحد.
لاحظ لما عندنا التوغلينج هو من 1 الى 0 ايضا الاي نوت قيمتها ايش 1 بينما لما بتعمل نوت تشينج من 0 ل 0 او من 1 ل 1 الاي نوت قيمتها 0 اذا انا بستفيد من الاي نوت كانبوت للجي والكي على شاش على اساس اضمن متى تعمل توغلينج ومتى تعمل نوت تشينج اذا لو ربطنا الكيو هذه تبعت الاي نوت وربطها مع السي على اند جيت على اند جيت مع السي ثم ربطناها على الجي والكي لهذا الفليب فلوب ما الذي سيحدث اذا كان الكنترول هذا عليه لوجيك 1 حطيت هون 1 دائما الفليب فلوب تبعت الاي نوت عليها 1 1 فدائما الاي نوت بتعمل تنقلينج لكن الجي والكي للاي 1 ما بيكونش دائما عليها 1 1 هذا بيعتمد على ايضا قيمه كيو تبعت الاي نوت فبما انه هاي اند جيت ما بتعطيني هون 1 الا بشرط انه للسي يكون 1 والكيو تبعت هذا يكون 1 مزبوط الو سي والكيو صح سي والكيو بكونوا 1 اثنيناتهم معناها انا بضمن انه الجي والكي يجيها 1 1 وبضمن انها تعمل توغلينج هون صحيح من 0 الى 1 وتعمل توغلينج من 1 الى 0 من 0 الى 1 اذا راح تعمل توغلينج فقط اذا كانت الاي نوت اللي قبلها قيمتها ايش قيمتها 1 وهذا الحكي صحيح لجميع الستيتس بنلاحظ ان الاي 1 لا تعمل توغلينج الا اذا الكيو اللي قبلها كانت قيمتها 1 مزبوط دكتور طيب ماشي الحال انا اسف جدا الان خلينا نكتبه مره ثانيه 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 لاحظ الاي اس 2 اللي هي اخر بيت متى عند الطبلينج متى قلبت من 0 الى 1 دكتور لما كانوا A0 to A1 1 1 اها صح طيب اذا بالنسبه لاخر خانه اللي هي خانه الـ A2 بتعمل توغلينج من 0 الى 1 هون لما اثنيناتهم اللي قبليها قيمتهم 1 1 وبتعمل هون هياتها من 1 الى 0 لما الاثنين اللي قبلها كانوا عليهم لوجيك 1 اذا الشرط انه الخانتين اللي قبلها يكون عليهم 1 1 فهذا الشرط كيف بنحققه بنجيب الجي والكي والهون وبنحط كمان اند جيت وبنجيب من الاند جيت هذه وبنجيب من الكيو تبعت الاي 1 عليها اذا متى بيجيني هون 1 بيجيني 1 اذا الاند جيت هذه اعطتني 1 واذا الكيو تبعت الاي 1 كانت قيمتها 1 طيب يلا مضبوط يا شباب اه دكتور اذا هيك ضمننا انه الفليب فلوب الاخيره ما تعمل توغلينج اذا الخانتين اللي قبلها 1 1 وكانت السي ايضا 1 يعني لازم السي يكون 1 لكن لو السي 0 بنلاحظ الجي والكي للجميع صار 0 مظبوط؟ اه دكتور اذا السي حطينا عليها صفر بنلاحظ الجي كي للاولى راح يصير 0 0 وراح يصير للثانيه 0 0 وللثالثه راح يصير 0 0 لانه الاند جيت مرتبطين somehow على السي وبالتالي راح يطلع اللوجيك على جميع الجي كي 0 0 ويتوقف الكاونتر على العد مظبوط يا شباب؟ مظبوط دكتور اذا هذه الطريقه احنا بنحصل على عداد يعد تصاعدي من 0 الى 7 الان ممكن اعمل هذا العداد برستايل يعني قابل للكاسكيدنج اذا بجيب الاوتبوت تبع الاند جيت هاي مع الكيو تبعت هذا وبنحط هنا كمان اند جيت وهذا بنعمله اوتبوت بنسميه اما التيرمينال كاونت او بنسميه احيانا بسموه ريبل كلوك اوتبوت ار سي او ريبل كلوك اوتبوت واحيانا ممكن يسموه الماكس لانه ما بصيرش واحد الا اذا كانوا جميع الفلوب فلوبس عليهم لوجيك 1 وهذا بنفعنا فور كاسكيدنج بيربس طيب خلينا نشوف هذا على الواقع العملي
أنا راح نوقف الآن الشير على الوايت بورد وراح نعمل شير للسيركت ميكر. أوريدي أنا عامل هذه الدائرة. لاحظوا إنه هذه الدائرة الجي والكي فليب فلوبس يحتوي على أسينكرونس. مش واضحة. مش واضحة؟ لا. طيب. لسه ما عمل شير. الآن. هي هبينت. طيب كويس. لاحظوا معي ما يلي. الكنترولر هيو على اليمين هون. عامل له سويتش أنا. أوكي. وهاي الكلوك مشتركة للجميع. اس نيجاتيف ايج تريجر مش مهم. الريسيت واصله كله على لوجيك 1 عشان ما يأثرش لأنه الريسيت هنا اكتيف لو. فإذا حطيته على الوان ما لهوش تأثير. هسه بنشوف كيف ممكن نستخدمه لصالحنا في شيء. طبعا أنا بدي أحط كمان فليب فلوب زيادة. قفل بدي أحط أند جيت زيادة. سوري. وهذه نربطها على الكيو آخر واحدة. نربطها على الآن جيت اللي هون. طيب هذا راح نسميه احنا الار سي او او الماكسيمم او تيرمينال كاب. خلينا نشوف عمل هذه الدائرة. لاحظوا ربطنا الكيوز بسلسلة وفي عندي انتظامية حتى في الهاردوير. يعني شكل الدائرة واضح انه لو بدي اعمل 5 بت يعني بس بكمل بنفس النمط احط اند جيت بنفس الطريقة. يعني بس اكمل السلسلة الاند جيت هذول بزيد بيتس as I want. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طب خلينا نشوف الدائرة هذه كيف تعمل بالسيموليشن. لاحظ الان لما بعطيها بلس what happened؟ في شغلة غلط. لا في شغلة غلط. في شغلة موصولة غلط. خلينا نشوف. سوري. طيب خلينا نجرب الان. اوكي هيك وصلنا للفيوز. طيب نجرب الان مره ثانيه. طبعا انا عملتها للحصه السابقه وكانت شغاله بس لاني غيرت فيها شيء. الان لاحظ 1 2 3 4. لاحظ الان في حاله الاربعه هذا لا زال عليه زيرو الجي والكي. هذا عليه زيرو بسبب ان الكيو اللي هون عليها صفر وبالتالي هذا عليه زيرو معناته هاي راح تعمل نو تشينج. هذه راح تعمل نو تشينج لان الجي والكي عليهم زيرو. اللون الازرق يعني زيرو واللون الاحمر يعني لوجيكون. بينما الجي والكي الاولى هون عليها 1 1 فمعناته هاي راح تعمل توبلينج وهذول الباقيات راح يعملوا نو تشينج. عشان هيك راح اروح للخمسه. لكن الان صار الجي والكي الثنتين هذول عليهم 1 1 فهي راح تعمل توبلينج ال2 والال1 فراح اروح على السته. اوكي ثم للسبعه. الان لاحظ كلهم الجي والكيز عليهم لوجيك 1 وبالتالي كلهم راح يعمل توجلنج وراح نروح للثمانيه ثم التسعه العشره الاحداش الاثناش ثلاثاش اربعتاش خمستاش ثم بنرجع للزيرو. هذا بنسميه احنا 4 بت باينري كاونتر. لما نقول 4 بت باينري كاونتر معناته بنروح من اول حاله اللي هي 0000 لاخر حاله اللي هي 1111. واضح يا شباب؟ واضح. الآن بنلاحظ أن الكلوك مشتركة للجميع معناها التغيرات إذا حدثت بالفليب فلوب تحدث بنفس اللحظة. يعني لما بنتقل من 7 إلى 8 كلهم بيعمل توجلينج بنفس اللحظة لأنه الكلوك بتجيهم بنفس الوقت. أوكي؟ طيب دكتور كيف بصير يعد لحاله؟ كيف بصير يعد لحاله؟ هاي الكلوك بدل ما نحط سويتش بنحط كلوك. يعني نيجي هون على سيرش
تب بلسر تجيب البلسر اوكي وبتلغي السويتش هذا وبتربط هذا من الكيو ولا من والله مش متأكد خلينا نشوف معناها مش من السي بي ستوب لا من الكيو ممكن نبطئ طبعا السرعة سريع كثير مفروض انه انا غيرنا هون السرعة مفروض يتغير هاي السبيد مفروض اذا تصغر يعني هيك بتزيد ومفروض هيك تنقص لكن مش عارف ليش بصراحة مش عماله بهد السرعة بس يعني انت بدك مصدر للكلوك الكلوك اما بكون يدوي اذا بنعمل احنا قاعدين ستيب باي ستيب عشان نشوف كيف عمل الدائرة لكن على الواقع العملي احنا بكون عندنا مصدر للكلوك يعني بكون عندي ملتي فايبريتر بكون عندي اوسيليتر اللي يولد لي سكوير ويف بلس للكلوك اوكي وضحت الفكرة شكرا طيب الآن السؤال اللي بيطرح نفسه وخليكم معاي عشان تفهموا مظبوط احنا هنا شفنا انه التغيرات حدثت لانه بدنا العداد كان يعد تصاعدي بلشت من 0000 مثلا 0001 هذا اذا كان 4 بت 0010 في شغلة غلط بال نجرب مرة ثانية شو ماله اليوم الزوم فيه مشكلة يعني عدته مرتين تشتغل طيب خلينا نفكر خلينا خلاص بكفي هذول ونشوف الآن النمط شفنا لما بدنا نعمل العداد يعد تصاعدي قلنا أول واحدة أولويز بتعمل توغلينج فربطنا الكنترول عليها الثانية قلنا بتعمل توغلينج لما اللي قبلها بتكون عليها لوجيك 1 الثالثة لما اثنين اللي قبلها بكون عليهم لوجيك 1 1 and so on احنا هيك استنبطنا من النمط في التغير هذا في العداد التصاعدي طيب لو كان عداد تنازلي لو كان عداد تنازلي ليش بطل يكتب لو كان عداد تنازلي مثلا 15 14 13 12 11 إلى آخره شو بنلاحظ بالنسبة للخانة الأولى بنلاحظ always بتعمل toggling برضو زيها زي الحالة التصاعدي مظبوط لكن ماذا بالنسبة للخانة الثانية متى بتعمل toggling لما A note بتكون 0 أها ممتاز متى بتعمل الثالثة toggling لما الثنتين اللي قبلها ايش؟ زيرو. اذا برايك وشو التغيير اللي لازم اعمله على الدائره هاي حتى تعد تنازلي؟ بدي اربطها على الكيوبر. ممتاز، شو اسمك انت عمي؟ زيد معروف. زيد، يا زيد ممتاز انت متابعتك للماده وملاحظاتك ممتازه. الله يعطيك العافيه. فاذا ربطنا على الكيوبر بصير يعد تنازلي، خلينا نعملها ونشوف.
طبعا عشان نعملها بنضطر ان نعمل كلير، نستخدم هذا عشان نمسح المصدر اللي جاييني من الكيو. اوكي ونربط على الكيو بار. اذا نربط من هون على الكيو بار. طبعا الليد لازم اظل مع الكيوز، يعني احنا العد على الكيو. بس الطرف هذا هو اللي بده يصير على الكيو بار. اوكي من هون كمان على الكيو بار. الكيو. اوكي واخر واحد ايضا. طيب. واخر واحد هذا تيجي برضه من الكيوبار. طيب خلينا نشوف الآن الدائرة كيف تعمل. بدي بس أعملها يعني شوي شوي علشان نشوفها ببطء يعني. إذا بنجيب سويتش هذا بنعمل له دوبليكيت وبنحطه هون على أساس هو الكلوك تبعنا. أوكي وبنعمل سيميليشن. لاحظ معي الآن في شغلة غلط. لا في شغلة غلط. ستوب. في شغلة ما وصلناهاش صح. هذا مش واصل. هذا مش واصل على الكيو. هذا واصل. هذا واصل. هذا واصل. اوكي هاي الكيو بار واصل لهون. الكيو بار واصل لهون. وكيو بار واصل لهون. اوكي طيب نجرب الان. هاي 15 مفروض يجيني 14. واتس جوينج اون. خلينا نشوف. شوف عندك الجاكة الثانية. هاي مش مربوطة. Thank you. هاي منسية. لونها أخضر. لاحظين لونها أخضر يعني not connected. فهنا تيجي لهون. في إشي منسي؟ طيب خلينا نشوف الآن. هاي 15 14 13 12 11 10 9 8 7 الى اخره. ونلاحظ انها لما تصل للزيرو راح ترجع الى اقصى قيمه اللي هي ال 15. واضح؟ اه دكتور. طيب الان خلينا نرجعه يعد تصاعدي. اوكي رجع يعد تصاعدي عشان الهدف الهدف بدي استخدم الريست الان. طيب مرة ثانية عشان اتاكد انه بعد تصاعدي. اوكي مزبوط. طبعا اذا عد راح يعد ال 15. الان لو بدنا نعمل العداد يعد بس للتسعه وبعدين التسعه يصفر مثل ما قلنا في الحصه الماضيه. الحصه الماضيه طبعا انا رفعتها اليوم انا اسف. طيب الان اذا احنا بنستخدم الاسينكرونس كلير الريست بنستخدمه في العد التالي لاخر عد بدي اياها. انا اخر عد بدي اياها كانت التسعه، العد التالي هي العشره. فبقول خلي عده العشره، خلي عدة العشرة تعمل لي تصفير 1010. راح نلاحظ انه في عدة العشرة انه الخانتين
الخانه هذه خانه هاي اخر خانه والخانه هذه بصيروا واحد واحد اول مره بصيروا فيها في العشره الاثنين مع بعض فهاي لو وصلناها على ناند جيت فاذا صاروا بوث لوجيك 1 في حاله العشره راح تعطيني زيرو باجي بربط هذا على الريست فاذا ربطت هذا على الريست هون لما بصير هذا زيرو مجرد ما دخلت بالعشره بطلع منها فورا يعني بطلع من العشره فورا ما بمكثش فيها العد التي لا تستمر لمده كلوك سايكل واحد لا تعتبر عد فانا العداد تبعي راح يعد من 0 الى 9 بدخل في العشره ترانزيت ما بستقر فيها وانما بخرج من العشره فورا لانه بصير عليه كلير واضح الفكره اه دكتور طيب خلينا نعملها ونشوف هل فعلا العداد راح يشتغل زي ما احنا متوقعين نوقف الدائره في الاول عن العمل ونشطب الحكي اللي عملناه هون هذا وناخذ من الخانتين اللي هم L2 و L4 على ناند جيت اذا بنجمد ناند جيت راح نجمد 2 انبوت ناند جيت راح اربطها على الريست وراح الغي الواحد فولت هذا اوكي راح الغي الواحد فولت الخمسة فولت عفوا اللي هو لوجيك 1 يعني وراح اخذ الانبوت تبعات الناند جيت هذه من ال L4 وراح اخذها ايضا من ال L2 ثم راح نعمل السيميليشن مره اخرى الان لاحظ معي ما الذي سيحدث هاي احنا بالصفر لاحظ لما رحت من 1 الى 0 عدت لانه هاي نيجاتيف اجت تريجرد اوكي اذا رحت على الواحد ما بتعمل شيء لكن من 1 الى 0 بتعد اثنين ثلاث اربعه خمسه لاحظ ان الاوتبوت تبع الناند جيت لوجيك 1 لا زال الاوتبوت تبع الناند جيت هون لوجيك 1 6 7 8 9 لغايه الان احد الانبوت للناند جيت هاي لوجيك 0 وبالتالي معطيني 1 لكن في العشره راح نلاقي هذا بصير 0 ولكن فورا بصفر لي وبروح على حاله الزيرو لذلك مش راح الاحظها يعني للسرعه تبعت الجهاز ما راح الاحظها لاحظين من التسعه لوين راحت؟ راحت الى الصفر هذا اكسرسايز فور يو خلي العداد يعد ل 12 وبعد 12 روح للزيرو اوكي هذا اكسرسايز هل وضحت فكره استخدام الاسينكروس كلير؟ إذا في حالة الاسينكرونس كلير بستخدم العد التالية لآخر عد بدي إياها. فإذا كنت بعد تصاعدي وبدي عداد عشري يعد من 0 ل 9 باخذ عدة العشرة. طيب لو كنت بستخدم عداد تنازلي 15 14 13 قلت لك بدي يعد بين ال 15 وال 5 أنهي عد اللي بتخليه الصفر بدك ايش تخلي الصفر بدك تخليه يعمل له سيتنج بدل تصفير يعمل ست. يعني بدك جي كي فلوب لها سيتنج وتقول له اعمل ست لجميع الفليب فلوبس لل 15 مثلا قلت لك بدي اياه يعد من 15 الى 5 بتاخذ الاربعه كوسيله لعمل ست للفليب فلوبس وضحت الفكره؟ واضحه دكتور طيب حدا عنده اي سؤال سو فار؟ هلو حدا عنده اي سؤال؟ إذا فكرة الأب داون كاونتر هي فكرة إنه إما باخذ من الكيو إذا بعد تصاعدي أو باخذ من الكيو بار إذا بعد تنازلي، طيب لو بدي عداد له القدرة إنه يعد تصاعدي في لحظة معينة يعد تنازلي في لحظة أخرى شو بعمل؟ عن طريق كنترول ثاني اسمه تنقول سيلكت تنقول دايركشن يا أب يا داون، افرض إنه بدي أعمل كنترول بدي اعمل كنترول اسميه مثلا الاب داون اب داون وبدي هذا الكنترول يتحكم لي في الدائره تعد تصاعدي او تعد تنازلي معناها لازم يكون في عندي من الشكل هذا ولو شكل الناند جيت هذا يكون في عندي طرف ثاني في الدائره هون
طبعا انا ما راح ارسمها، بدي اتركها لكم في البيت تعملوها as an exercise. يعني بكون في عندك الدائره فيها مجموعه من الاند جيتس موصوله بدل ما هي على كيو على كيو بار، او ممكن استخدم سلكشن او ملتيبلكسر تو سلكت من وين جاي المصدر، هل هو من الكيو ام الكيو بار. اوكي، يعني ممكن انا استخدم بس مجموعه واحده لانه الكتاب بيستخدم مجموعتين، لكن انا ممكن استخدم ملتيبلكسر ينقي ما بين كيو وينقي ما بين كيو بار. فاحنا شفنا انه الباث هذا او الخط هذا اللي بيجي، هذا الخط اللي بيجي على الاند جيتس، اذا كان جاي من الكيوز اياته عد تصاعدي، واذا كان جاي من الكيو بارز بعد تنازلي. فراس مالها احط ملتيبلكسر 2 باي 1 واقول له نقي اما من جهه الكيوز او من جهه الكيو بارز. فاذا حطيت السلكشن لاين على زيرو مثلا ينقي الكيو، اذا حطيت السلكشن لاين على الواحد ينقي الكيو بار. في الحاله بتحكم بالعداد هل يعد تصاعدي او يعد تنازلي. هل وضحت الفكره يا شباب؟ ان شاء الله. في حدا عنده سؤال؟ طيب نيجي الى الموضوع الاخير في محاضره اليوم. ونعمل شير للباوربوينت. هاي دائرة العداد اللي حكينا عنه، بس احنا عدادنا خلينا كمان في asynchronous clear، واستفدنا من asynchronous clear عشان اعمل عداد عشري يعد من صفر الى تسعة. طبعا الاوتبوت الاخير هذا تو نيكست ستيج، يعني انا بقدر اعمل كاسكيد اجيب، يعني خلينا نستخدم الوايت بورد ايضا. ممكن نكتب جنبها مش مشكله. يعني انا العداد هذا ممكن اعبر عنه بوكس لايك ذس. اوكي، في له كلوك انبوت، له كنترول، له اربع اوتبوتس، وله ما يسمى تيرمينال كاونت. تيرمينال كاونت هذا التيرمينال كاونت ما بصيرش لوجيك 1 الا اذا كانوا كل الاوتبوتس عليهم لوجيك 1. اوكي، فالعداد الباينري هذا لما بيصل عندي لل 15 بصير التيرمينال كاونت عليه لوجيك 1. فانا بستطيع استخدم التيرمينال كاونت هذا كانبوت للكنترول لسكند ستيج. ففي الحاله هاي هذا العداد اللي على اليسار لن يعد الا اذا الكنترول تبعه صار عليه لوجيك 1، وما راح يعد الا اذا الكاونتر اللي قبله وصل لاخر عدي. فعندما يصبح العد، قلنا بلشنا ب 000 مثلا 0000 العداد الاول والعداد الثاني، هذا راح نثنى مثبتينه على الزيرو، بينما اللي على اليمين بعد اللي هو تقول له 4 بايتس لغايه ما نصل لعند 00111. لما نصل لعند العده هاي بصير التيرمينال كاونت هذا عليه لوجيك 1. فالحاله هاي هذا بصير انيبلد، يعني قابل انه يعد. لاحظ انه هذا راح يصير 001 والعداد الثاني بيقلب الى الزيرو. اذا كان عملت 8 بت كاونتر. هل وضحت الفكره يا شباب؟ اه دكتور. طيب ممكن نستفيد من السيركت ميكر ونعمل لكم عداد جاهز. هسه بنشوف العدادات الجاهزه. نرجع مره ثانيه شير سيركت ميكر. اوكي، فايل نيو. وخلينا نيجي نستخدم من الديجيتال باي فانكشن، ناخذ الكاونترز. يمكن ال 74161 عباره عن اسينكرونوس. هذا في له ثلاثه انيبلز في الواقع، في سي اي بي وسي اي تي 2 انيبلز، وفي له ماستر ريسيت، وفي له بارلل لود حتى. لا بدنا كاونتر اسهل شويه. هذا برضه في بارلل لودنج 163 168 169 190 كلهم فيهم بارلل امبوس عشان تقدر تعمل لودنج. احنا ما شرحناش لسه البارلل لودنج. انا بدور على عداد ما فيهوش بارلل لودنج.
اوكي هذا العداد 74290 في ماستر ريسيت بس ما فيهوش كيرنل كاونت. طيب خلينا نستخدم واحد يتبرل اللود لكن ما نستخدمش يتبرل اللودينج. هذا عداد اوكي راح نعمله روتيت 90 ديجريز اوكي وراح نيجي نعمل منه دوبليكيت ثم نيجي بنحط ديسبلاي نكس ديسبلاي طيب نحطها لي هون نعملها دوبليكيت نحطها هون ونربط الرايت الماستر ريسيت والبارلل انيبل بنحطهم ميدي كوان هذول عشان ما ياثروش اوكي هاي واحد نربطها على هون نكبر شوي عشان تصير الصورة اوضح اللهم صل على سيدنا محمد طيب احنا الكاونت انيبل تي والكاونت انيبل تي هذول ار بوث لازم يكونوا اكتف ولازم يكونوا بوث لوجيك 1 اوكي لازم يكون بوث لوجيك 1 عشان يشتغل السيستم فاحنا راح نربطهم على لوجيك 1 اللي هم الكاونت انيبل الاول واحد هذا وراح نحطهم على لوجيك 1 عشان هذا العداد دائما عد الان اذا حطينا فلس خلينا نحط فلس سويتش فلس كم باقي من الوقت يا شباب؟ باقي 8 دقائق يا شيخ دكتور تقريبا اوكي يجي هذا نحطه على كلوك انبوت ونربطه على الكلوك سورس راح اربطهم على شيء لاني انا البارلل لود مش عامل له انيبلنج حاطه على لوجيك 1 وهو اكتف له الان انا هون بصراحه مخربط في الوصله الاخيره هذه هذه الاخيره لازم تكون على الكيو 3 نجرب نشوف بس مطول بصراحة والله عشان نعرف نشتغل ان شاء الله يكون هيك وصلنا صح طيب خلينا نشوف الان نعمل سيميليشن ونشوف العداد هذا في الاول بيشتغل ولا ما بيشتغلش هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللي هي الـ A 11 اللي هي B 12 13 14 وهاي 15 بنلاحظ انه راح يروح على الزيرو العداد الثاني طبعا احنا مش رابطينه الان لكن هسه راح نوريكم كيف نربطه طبعا علشان اريح حالي شويه انا راح اعمل كوبي كوبي من هاي الدائره اعمل منها دوبليكيت واحطها هون اوكي الان الكلوك بلس للسيستم هذا راح اربطه على نفس الكلوك تبعنا
لكن الكاونت انيبل تبعهم ما راح اربطه على الكول. الكاونت انيبل راح اربطه على التيرمينال كاونت اللي هون، راح اجيب من هون التيرمينال كاونت واربطه على الكاونت انيبل. هنا هاي الدائره فيها تو كاونت انيبل، وراح اشوف الدائره الان كيف تعمل. اوكي الان بتلاحظ انه التيرمينال كاونت باللون الازرق، اوكي اللون الازرق يعني جيب زيرو، وما راح يصير واحد الا لما وصل للعد الاخير اللي هي 15. فهاي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. لاحظ الان لما صرنا بال 15 مفروض التيرمينال كاونت يصير لونه احمر، لكن في الواقع ما صارش، مش عارف ليش. بجوز لانه احنا مش كابسين على هيك. مضبوط، ايوه صار لونه احمر. اوكي نلاحظ الان لما بتجيني البلس بتيجي للاثنين مع بعض، هذا انيبل وهذا انيبل، فهذا راح يعد اللي عدي. اوكي الان رجعنا على الزيرو، رجع التيمر كانت على الزيرو، هذا راح يوقف على العد اللي على اليسار وهذا راح يطلع عد، فيصل مره ثانيه لل 15. وضحت الفكرة؟ دكتور. إذا استخدام التيرمينال كاونت مع الكاونت انيبل عشان أعمل كاسكيدنج للعددين. أوكي، ممكن نستخدم الآن بلسر، نعمل ستوب ونستخدم بلسر. أوكي، ونربطه على، خلينا نشيل هذا سويتش، ونربط. أنا مش عارف ليش السرعة مش قادرين نبطئها، يعني أصل إن السرعة المفروض السرعة نقدر نبطئها. في شغلة غلط بصراحة، في شغلة غلط. خلينا نعمل ستوب، أربط على الكيوب إلى الكيوبار. السيميليتر صار فيه مشكله صراحه، يعني السيميليتر المفروض يقدر يبطئ ويسرع، لكن المشكله مش عارف شو، يعني بده اعاده تنزيل، الله وانا عارف شو بصير. يعني بقينا لما نغير السبيد اللي هون تتغير السرعه، نزيد نزيد ننقص ننقص، لكن وانا قاعد بعطيه ماكسيموم سبيد. يعني بعطيني لون اخضر وانا في ديسكونكتيفيتي، مش واصل. بلسر اخر،
على كل السيميليتر فيه مشكلة، السيميليتر فيه مشكلة ما كانت موجودة بصراحة، كنت مبطئ مبطئ. واضح يا شباب الفكرة؟ دكتور. الله يعطيكم العافية، نراكم إن شاء الله الحصة القادمة، السلام عليكم. دكتور بس بدي أسألك، تفضلي. في كويزلت شابتر 5 ولا لا؟ إن شاء الله الكريم، بس عبين ما الدكتور محمود والدكتور عاطف يودوا لي متى بيحبوا يعملوا عشان تكون مشترك. يعني مش هذا الكويز، مش هذا الأسبوع؟ لا لا، على الأغلب بجوز نهاية الأسبوع هذا. تمام. السلام عليكم.